FM. الكلمة ليك. كود جال. ايبا في الكود جول باش نحكيه على الحجرة وما أدراك ما الحجرة. ويقول المثل الشبابي الشعبي الحجار يموت ذليل. لا علينا, أكيد برشا منكم تصدموا وقت اللي سمعوا بحالة حالة البطلة التونسية في المبارزة بالسيف عزة بسبيس. عزة اللي هزت الراية الوطنية للعدالي وعطات لبلادها ميدالية فضية في ألمانيا في بطولة العالم مبارزة في 2017. للأسف عزة بكيت مش دموع الفرحة, بكيت دموع اليأس والاستغراب. الدولة ما خلصتهاش في مستحقاتها, واليوم عزة غارقة في الديون. حالك فيش تخلص كريها وتعيش بكرامة كيما ندادها في العالم. هذا كفوها البنية وهذه مكافأتها. فالحين المسؤولين كان في الصور التذكارية اللي توفى قيمتها كان بعد ما تهبط على صفحة رسمية الفيسبوكية, ومن بعد البطلة أو البطل يتنساب فعل الزايمر. الزايمر مؤقت يضرب عقول المسؤولين الإداريين في بلادنا. الحجرة تخلف المذلة والمذلة إهانة, والإهانة جرم كبير في حق الوطنيين والناس اللي تحب بلادها بقلب ورب. الكلمة ليك.